تشتري ساعه بكتينه من غير عقارب ولا مينا. فاكرين الجمله دي؟ غناها سمير غانم في تتر فوازير فطوطه اللي عايشه لغايه دلوقتي. لكن التتر ده وراه حدوته طويله بدات بين المخرج فهم عبد الحميد والموسيقار الكبير سيد مكاوي. احكيها لكم من طقطق. السلام عليكم. المخرج الكبير فهمي عبد الحميد كان رائد من رواد صناعة الفوازير والمنوعات في التلفزيون المصري. الحقيقة احنا كلنا وقتها ارتبطنا بالفوازير مع نيلي وبعدها بشوية شريهان، لكن كانت المفاجأة انه فهمي عبد الحميد عايز يجيب حد جديد ومختلف يقدم الفوازير، وكان اختياره على سمير غانم. بالمناسبة سمير غانم مش مجرد كوميديان، سمير غانم بيعرف يغني وبيعرف يلحن ومتقمص يعني رهيب جدا وفنان شامل بمعنى الكلمة. وفعلا فهمي عبد الحميد اختار سمير غانم عشان يعملوا الفوازير واتفقوا مع بعض على كاركتر جديد وهو شخصية فطوطة اللي كلنا عارفينه بالباروكة الكبيرة والبدلة الخضراء والصوت المميز ليه. لكن جت لحظة اختيار تتر الفوازير. يا ترى هنعمل التتر ازاي؟ هنعمل التتر يعني استعراضي مبهر زي ما كان بيتعمل قبل كده، ولا لازم نختار كلام مميز ومختلف؟ الحقيقه فهمي عبد الحميد لما جاب الكلام بتاع التتر عشان يعمله ما لقاش احسن من الموسيقار الكبير سيد مكاوي ان يلحنه. وكانت مفاجاه، سيد مكاوي اتفاجئ قال انا طول عمري بعمل حاجات تانيه، الراجل عمل المسحراتي وعمل اعمال عظيمه جدا، لكن المفاجاه انه كان الشخص الانسب لتلحين تتر فوازير فطوطة. بالمناسبة التتر اتلحن في كابينة المخرج فهمي عبد الحميد في المعمورة، وكانت قاعدة وسهرة لطيفة كانوا بيلحنوا فيها الأغنية، لدرجة إنه لما جت الحتة بتاعت تشتري ساعة بكتينة من غير عقارب ولا مينا، المخرج فهمي عبد الحميد وقف رقص وسقف وكان فرحان جدا لأنه كان شايف إن الجزء ده في التتر هو اللي هينجحه. بالفعل سمير غانم دخل الاستوديو وسجل التتر وعمل نجاح كبير جدا بجانب النجاح الكبير اللي حققته فوازير فطوطة في الوقت ده، واللي لحد دلوقتي جيلنا والأجيال اللي بعدينا مرتبطين بيها. أشوفكم في الحلقة الجاية. أكشن أكشن عملت إيه؟ أكشن 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 طيب ليه؟ ناشي كان ناشي كان بتقول إيه؟ ابتدي بقى.